انا غلقان يا نافع، ده بيت حسان وسرقته مش حاجه هينه ولا ممكن هتعدي بالسهل. جمد قلبك يا كبير، واحنا هنسرقوا معزه ولا خروف؟ احنا هندور على تحويشه العمر، فلوس او ذهب، ودي حاجه ما يعرفهاش الا صاحبها، وممكن يكذبوه فيها. تحويشه العمر ده نعرفوها كيف يا فالح؟ هيكون داسسها وين؟ في الفرن ولا تحت الارض؟ بيت الكبير في امان، والامان بيخلي صاحبه ما ياخدش اخواني ويحط فلوسه في اي مطرح. وبيت الكبير ده هندخله كيف؟ هنكسروا الباب؟ خطر، لو حد شافنا هتبقى مشكله. لو فتحه سهل يبقى ما فيش مشكله، بس الاحسن ندخل من السطح وما نسيبش اي اثر. الله ينور عليك، ندخله من السطح عشان يشك في اهله وناسه ودماغه ما تحدفش ناحيتنا خالص. ربنا يستر ما تقلقش انت. بس لو اتمسكنا نافع تبقى فضحتنا بجلاجل، وهنتعاروا بيها العمر كله، وساعتها مش هيكفيني فيها قتلك يا وش الفقر انت. يلا على مهلك. ناوين السلاح يا ريس؟ على مهلك. يدك تعالى يا كبير. وطي صوتك، لا يكونوا فايتين زرزور يحرس المطرح. قول لي هذا يا فالح، هندوروا فين دلوق؟ لو انت مطرح حسان وعنديك ذهبات وفلوس، هدسهم فين من غير ما حد يدرى؟ لو انا مطرح حسان وعندي فلوس وذهبات ما هدسهمش في البيت من اصله، هحطهم جوا نخله ولا ادفنهم في بطن الجبل. لكن حسان هيدسهم في الدولاب او بالكثير تحت السرير. قطه تعالى. راهنك من غير ما ندعبس هنا ولا هنا، شايل الفلوس في الصندوق ده. طب ما ناخد الصندوق هلا بيلا ونبعدوا بيه بعيد عن هنا. اجدي عمياني، مش نطمن الاول؟ يا ابو ده تجري الرزيق. لفني العتب، هكسر القفل. خد ايه ده؟ هدوء. ايه ده؟ يا ملجرون. يلا يلا حبي حبي بسرعة حبي. يلا 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 بسرعة. ايه الكتاب الاسود ده؟ انت انا عارف ان انا بعرف اقرا واكتب، ما انا زيك حمار. ما يمكن كاتب عدد الفلوس اللي احنا بنسرقها. طب خلاص فتوله، خليه يطمن، رجع الحاجه ما تروح. يلا يلا خد خد من جيتك. Will we leave him asleep till us home? Yeah, we will take him home with us. It will be a bad surprise for him when he awakes there. Absolutely not. It will be a good one. Because he wants to be with us. خد بالك يا دياب،
اي غدر منك هروح لحساني واقول له وهتبقى مجزره. كانك عبيط ولا ايه؟ خبر ايه يا نافع؟ ده انت اللي دسيت الفلوس بيدك تحت النخله، يعني انا اللي مأمن لك مش انت اللي مأمن لي؟ وبعدين انا لو في نيتي غدر ما كنت قتلتك وخلصت. تقتل ولد عمك يا دياب يكون في علمك. مرتي وعيالي عارفين اني سهراني معاك، يعني لو ما عودتش تبقى انت اللي عملتها. يا بو يا بو يد، انت لو اتقتلت انا اللي ملزوم ناخد بطارك، يبقى نقتلك كيف يا ولد عمي؟ يلا بينا دلوقتي نطلع على منظرة الكبير ونبيته على المصطبة لغاية الصبح عشان نحبكوها قدام الكل. والله هنتنغنغ يا كبير، فلوس كتير قوي تغنينا العمر كله. بطل رط في الكلام يا فجري، ياما الموضوع يتم على خير، عشان الموضوع ده لو اتكشف هتضيع فيه رجاب كتير. عشان كده عايزك تخلص خالص، تقطع لسانك فهمني، واول ما نوصل البيت هندق قرشين تصرف منهم عشان ما تتسرعش على الفلوس. بس بقول لك ايه، تصرف بالعقل عشان ما يقولوش جبت الفلوس دي من وين. يلا بينا قبل النهار ما يشكشك علينا. يلا يلا. يا حزن ابوي اهدي يا خواجه، حريم قعدك دي من غير لا حياه ولا خشه. شفت بقى راحت عليك نومه في القطر جت بفايده ازاي؟ لو ايه جت بعد ما مسكت صحتي. تحب نقعد ونشرب حاجه وتتفرج براحتك؟ نقعد قوي قوي يا خواجه. اه ده واتفرج كمان. يا سلام وانا طول. او فرصه برضو نكمل كلامنا في الجو الجميل ده. امي خواجة، أنا قلبي قلقان منك، حاسس إنك حفر لي حفرة علشان الحكومة تقبض عليا وأنا معيش بطاقة. بسيطة يا حبيبي، نعمل لك كارنيه تبعنا تمشي بيه وأنت مطمن. كارنيه يعني إيه؟ كيف البطاقة دي؟ مظبوط، لو قبضوا عليك وشافوا الكارنيه معاك هيتصلوا بينا في المؤسسة يقولوا لنا الراجل ده تبعكم، نقول لهم تبعنا يسيبوك على طول. أحبك يا خواجة، أحبك يا خواجة. يا سلام يا سلام يا أولاد. حكمان يا خواجة، لما بنزل البندر بحس إن أنا قلبي وجع في رجلي. بس لازم تقعد هنا يوم أو تجينا يوم تاني عشان تستلم الكارنيه. يوم إيه؟ قول اتنين تلاتة عشرة، المهم إن أنا أخد البطاقة. بسيطة قوي، يبقى أنت كده ضيفي وطلباتك كلها مجابة. هفسحك وهبسطك، وهو بالمره برضه هيبقى فيه شغل كبير قوي بيننا. تعرف يا خواجه؟ اه انا اول ما شفتك قلبي ارتاح لك. وانا كمان، شنطك سبقتك. صح جوزك يا نفيسه يفطر. يا دياب دياب قوم اشرب. يا وي احنا نمنا هنا ولا ايه؟ انا وعيت لكم في الفجر لقيتكم نايمين. نافع يا نافع، ما تقوم يا راجل، الحقني يا دياب. نافع جسمه بارد ليه؟ ايه مالك؟ نافع 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 يا نافع، هتلاقيه نايم. نافع قوم. نافع مات؟ جوزي مات يا دياب؟ بس يا مرة فجرية ما تفوليش عليه. جوزي مات؟ ما كان زي الفل. وعي يا دياب، وعي ربطه يا دياب زرقة. كيف؟ ايه ده؟ دي قرشة حنش اسنانه معلمة. ها نافع 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 نافع، رد عليا يا ولد عمي. يعني يعني يا دياب جوزي مات؟ محدش قدر ينجده؟ اخص عليك يا دياب. بس يا مرا ما خدتش ليه يا دياب؟ يا مرا شوقي يا ولد عمي. يا ابوي دي قرشة حنش. بس اتحنش بقية في حياتكم. لا 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 يا حزن يا نفيسة، يا حزن يا نفيسة يا نجاح. قوم يا نافع،
95 عديات 96 شيء. يا ريس حسان اكديه حقك تمام. اكديه صح دي حاجة ما تزعلش، سلم واستلم، أنا لا أحب العبود ولا الشكل. أوامرك يا ريس حسان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. هم هم انت هو يلا همه هم يلا 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 مع السلامة مع السلامة. السلام عليكم يا كبير. وعليكم السلام. خبر ايه يا محروس؟ مالك مسروع على ايه؟ نافع البنداري مات من شويه. لا حول ولا قوه الا بالله، ده عنده عيال صغيرين. مات كيف؟ ده كان بصحته وعافيته. بيقولوا كان بايت مع دياب قدام بيت همام وجرسه حنش. ودياب ما سعفوش ليه؟ ولا ما سمعش صريخه؟ روح انت روح. فوتك من دياب يا كبير، خلينا في نافع، نافع ما جراش ليه على اي بيت ينجده، يموت كده من سكات. لقيهم كانوا متولين واخدين مخدرات ومش دارين باللي بيجرى حواليهم. بقول لك ايه، المهم لما الرجال عشان نروح نحضر العزاء والجنازه. يلا مش واجب برضه يا كبير نبعت العيال وشغل غله؟ ايوه واجب برضه. خلاص حمل الرجاله والعربيات ونعود على النجاح، وهناك تبقى العربيات تحمل الحريم علشان تعزي نفسها. حاضر يلا يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا حلاوة يا أولاد، إيه القمر ده؟ إيه القمر ده؟ إيه الحلاوة دي؟ طيب قولي بحبك يا همام. بحبك يا همام. إيه بحبك يا همام، وأنت كمان قولي. جارز مين دي؟ أوت. بحبك يا همام. قولي بحبك يا همام. مالهم دول؟ فيها خواجة رايحين فين؟ تعالوا هنا. تعال انت سبانين ليه؟ تعال يا خواجه فيها ونزعلتهم ولا ايه؟ لا لا ما تقلقش اقعد اقعد. يا حلاوه يا اولاد كاني عايش في الجنه صح. يا سلام، وخصوصا يا خواجه بعد ابن الشام اللي انت اعطيتها لي. صاحبك كان بيضحك عليك يا همام، فيتامين سي. صاحبي عمره ما ضحك عليا يا خواجه. صاحبي كان بيقول لي ان هو زي ما بتقولك ده علاج للبرد. بس تعرف يا خواجه وكتاب الله كان بتجيب معايا نتيجه. اسمع بقى لما اقول لك بقى. ايه؟ طب استنى قول. انا عندي عقل واحد. ايوه. بالطريقه دي لو استمريت معاك هخسره. همام سؤال تجاوبني عليه بجد. انت عايز تشتغل معايا ولا لا؟ انا عايز اشتغل معاك يا خواجه وكل حاجه، بس يعني كنت برضك عايز اسمع كلام صاحبي وحبيبي مناع لما قال لي نبطل زراعه الحشيش. ما عادش يجيب همه يا خواجه. عشان كده كان بياخد المكسب لنفسه وبيضحك عليكوا وبقى غني وعنده اراضي ومصانع وانتوا لا. خلاص يا خواجه قول لي مناع كان بيبيع لك طن الحشيش بكام وانا اعرف ساعتها ان كان بيسرقني ولا لا. هاي الفريمان بالشكل ده همام ومناع مش هيرجعوا اصدقاء ابدا تاني. اسمع فريمان، انا عارف انك مالكش في سكه المخدرات، ولكن انت اللي هتوجه همام لانه مش هيثق في اي حد تاني غيرك. اوكي هبعت لك لوجاني وهيساعده انه يعمل اي حاجه انت تقول عليها. رايت باي. ايه يا مناع، عايز تعمل مصلح اقتصادي؟ انا هخليك تستحق جايزه بني للدمار الشامل. الو اهدى يا خواجه اهدى. انت فاكرني ما اعرفش استقرا ولا ايه؟ كاتبني بقول انفار يا خواجه؟ لا يا خواجه انا عندي سجن ولا انا كاتب بقول انفار. اهدى اهدى بس، انت لو رحت الحكومه دلوقتي عشان تطلع بطاقه عايزهم يكتبوا لك ايه في خانه الوظيفه؟ مدير عام؟ اكتبوا ان انا رجل اعمال، اكتبوا ان انا من الاعيان، اكتبوا اني كبير عيل يا خواجه، بس ما تكتبونيش بقول انفار. ده كارنيه مؤسسه يا همام، واحنا ما عديناش وظيفة تناسبك وتأمن لك حرية الحركة إلا الوظيفة دي. ماشي يا خواجه، ما نشوف آخرتها. هداريها من العيلة عشان لو حد شافها ممكن يتملس علي. المهم دلوقتي أنا هعرفك على شخصية مهمة جدا هيساعدك، و
وهيعلمك ازاي تأمن نفسك ويسلمك البضاعة وتسلمها له بطريقة سهلة جدا. ايوه خواجة، بس انا قلقان خايف، حاسس انكم كده ممكن تغدروا بيا. نغدر بيك ازاي؟ ده انت الراجل بتاعنا، واللي انت عايزه احنا عايزينه وهنساعدك في تحقيقه. عايز تاني فلوس؟ هنديك فلوس كتير، وسلاح، سلاح حديث هيضمن لك تبقى الزعيم ويساعدك ترجع الفلوس اللي خدها منكم مناع. ايوه خواجة، كلكم ورجوع الحق لناسكم تاني. اخر حاجه كنت اصدقها ان مناع ياخد لوحده قد ما بتاخد عيلتي كلها. هو مناع كان بياخد التلت، والتلتين بيوزعهم على كل اهل النجع، عشان كده بقى عنده مصانع ومزارع وبقى في العظمه اللي انت شفتها دي. طب وهنرجع حقنا كيف يا خواجة؟ ما اقدرش اقولك ازاي الا لما اضمن انك تبقى معانا وتنفذ اوامرنا وما تخالفهاش ابدا. انا معاكم يا خواجة، انا معاكم، واحلف لك على كتاب الله ان انا معاكم. جو، دخل سينيور لوجاني. مين؟ اسمه الرجل ده؟ كفاية تقول له سينيور. تحت امرك خواجة فريمان. اهلا يا همام. اهلا يا سينيور. اهلا يا سينيور. ازيك؟ الحمد لله يا سينيور. تفضل، عايز اتفق معاك على حاجة كده. قول. احنا عشان نباشر خطوات الانتاج من اولها لاخرها لازم يكون لنا بيت في النجع، واي حاجه انت عايزها وتحتاجها من فلوس او سلاح هنديها لك. وما تنساش يا همام انك داخل حرب كبيره قوي، الحرب دي لازم تنتهي بنهايه عائله حسان. وانا اضمن لك تبقى الاقوى، بس بشرط اضمنك انت الاول يا همام. ابو عرزة، ما خدتش بالي انك قاعدة هنا. ما حصلش حاجة، شوف انت هتعمل ايه. انا كنت جاي اطمن ان المزقة فيها مية. انت ليه ما رحتيش معاهم العزاء؟ وانت مالك؟ حقك علي، اصلهم اول مرة يهملوك وحدك، قلت اطمن. انا ما بحبش البندرين ولا بحب اخد بخاطرهم، اصلهم سبب وقف حالي بالزور. ما تخزنيش في السؤال، يعني انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوه قوي. اصلي بصراحه يعني انا ما شفتش واحده بجمالك قبل سابق. ما تتحشم يا باش مهندس، ولا عشان سمحت لك تتحدث معاي تقوم تجل حياك. انت اول واحده اتكلم معاها من وقت ما جيت هنا، فما تاخذينيش يعني لو طلعت مني كلمه كده ولا كده. صدقي انا كنت نسيت صنف الحريم لحد ما شفتك وانت بتسبحي في المسجد. يا مصيبتي. ما تخافيش، مش هقول لحد. انت كنت بتسوس فين؟ اوعاك تقول لي وسط الزرع. متسوس؟ والله ما كان قصدي. اسكت اسكت خالص يا فضيحتي يا فضيحتي. طب اسمعيني. طيب انت قليل الحياه، اوعاك تقرب مني ولا لسانك يخاطب لسعني. يا بنت الناس، قلت لك مش قصدي. قلت لك بعد عني، بعد عني لا صرخ وخليهم يقتلوك وانت واقف. قتلوني وانا واقف كيف يعني؟ ايه الغباء اللي انا فيها دي؟ حد يقول الكلام اللي انا قلته ده؟ انا هببته دي اعمل ايه يا نسمة؟ بالله عليك ما تزعليش مني. بعد عني، انا بكرهك. وانا بحبك من وقت ما شفتك وانا ما بنامش. انا حاسس بالذنب ناحيتك، بس بقول يمكن
ربنا عمل كده عشان تبقى من نصيبي. ربنا قال لك تغض بصرك مش تتجسس على الناس الآمنة. روح يا شيخ الله يسامحك، كشفت سري وفضحتني قدام روحي. اسمع، لو طلبت يدك من أبوكي توافقي؟ ما تتعبش نفسك، أبويا مش هيوافق ولا أنا هقبل واحد زيك قليل الحياة، وسيبني في حالي. حقك عليا مرة تانية، أنا قليل الحياة فعلاً. إيه اللي أنا عملته ده؟ لو قالت لأبوها هقف قدامه كيف؟ هحط وشي في وشه كيف؟ أنا لم خلقاتي وارحل. طب أروح فين؟ يدبرها ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أول مرة في عمري الكبير أشوف دياب حزنان وبيبكي كيف الحريم. حاسس بذنبه، يقول له المخدرات اللي بياخدوها كان يمكن يحس بيه ويسعفه، لكن ما درش بحاجة. عشان يعرفوا انك كنت عاوز صالحهم لما قلت لهم يبطلوا الهم دي. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، وكل كبير يتحمل وزر عيلته. انتوا هتقعدوا هنا؟ فيها ايه؟ بيتنا وملناش متوى غيره. بس نسمع هناك في الارض، وفاكرة ان انا هنعاود. قاعدة هناك وحديها؟ قالت مالهاش صالح بعزة نفيسة ولا بالبندرية كلهم، قاعدة تغسل مواعين. مين هناك من رجال عينتي؟ هناك ولدي بكري وزرزور والرجال اللي بيحرسوا الشونة كلهم. وكم مرق دي؟ مرت وهدان على مرت عمران، قاعدين في الغيط. يبقى ما ينفعش تقعد هناك وحديها، شي حد من الرجال يجيبها نجي. حاضر اخوي. انا هدخل اشوف ايه التاكل حكم البيت، بقى زي الخرابة، تحتار في الوكل وتحتار في الشرب. شكلك ولفت على هناك يا عديلة. ومن يكره راحة البال، هتساعديني ولا لا؟ لا. انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوة قوي، اصلي ما شفتش واحدة بجمالك قبل سابق. قبل سابق معقول انا لسه جميلة وحد رايدني؟ بس ايه الفايدة؟ ده غريب عننا، وعمرهم ما يقبلوا وسطيهم. يا ست نسمة، يا ست نسمة، يا ست نسمة. عاوز يا زرزور افتح الباب يا ست نسمة. كيف الباش مهندس عمر لامم خلقاته ومصمم يسيبنا ويمشي، ولو سبته يمشي ابوك هيطين عشتي. وانت عاوز نعمل له ايه دلوقتي؟ الا تعملي له ايه؟ انت بنت الكبير وكلمتك ليها عنديه احترام. اقول لي قعد معانا بالعافيه اياك. عطنيه شوي عقبال ما تشوف بكر وين. ده لو طلع من هنا مش هنعرف ونعترف فيه. وهو عمر وين دلوقتي؟ طلع على الطريق بخلقاته يشوف عربية تنقله للمركز. طب روح، روح شوف بكري وانا احصل. تسلم يا ست نسمة، بس امانة عليكي تمسكي فيه وتثبتي، ده احنا من غيره نبوظ. وينك يا بكري؟ وكمان عاوزني اثبت فيها زرزور. إن كنت ماشي علشان خايف أقول لأبويا على حصل منك فما تخافش، مش هقوله. وإن كنت ماشي علشان زهقت فأنت حر، لكن من الواجب إنك تستنى الراجل اللي فتح لك بيته وأرضه. شوف يا بنت الناس، أنا ما حصلش مني حاجة تمسك ولا لمستك ولا قلت لك كلمة عفشة. كنت قلت لك يعني إن شفتك أنا كتمت اللي شفته. اقفل على الموضوع ده، كأنك ما قلت ليش. والله ما كان غرضي أحرجك، أنا كان غرضي أقول يعني يمكن ربنا كشفك لي عشان مكسومالي. أنا ما بطلتش تفكير فيك بالحلال، قلت لنفسي ليه ما تجوزهاش مادام معتبريني واحد منكم. قلت الواجب يعني أسألك قبل ما تقدم لك. وبعد ما عرفت حكايتي مع همام البنداري وكيف وقف حالي بالزور؟ أنا متعلم يا نسمة مش جاهل، شفت بنات كتير في الجامعة وفي البندر وعرفت واحدة واثنين، لكن ما حصلش نصيب. وزي ما فوت معرفتهم باحترام فوتهم باحترام، المهم انك محافظة على احترامك. وانت شايف ايه؟ محترمة ولا لا؟ اللي تخجل وتتعصب عشان واحد شافها وهي تسبح في المسجة بخلقاتها تبقى
كبت محترمة. النصيبة بعد كده. انت قلت لي انك كنت واقف وسط الزرع وانا كنت بعصر خلقاتي وسط الزرع. كنت مسطورة وسط الزرع. قول الحق، عينيك بتقول انك بصيت لي. الحق، انا عايز اتجوزك بس خفت اكلم ابوك يقول علي قليل الاصل ويطردني. قلت اخدها من قصيرها وامشي لحالي. انا هقول لامي واذا ابويا وافق هشيع لك مرسال. لو كان مناع هنا كنت وسطته بيني وبين ابوك. قولي الاول، اديك عرفت حكايتي. انت ايه حكايتك؟ ليه عازب لحد دلوقت؟ وليه مهمل ناسك؟ ابوك عارف كل حاجه من اول ما جيت. لو في نصيب اساليه ويقول لك. بيجي دول اصولها باش مهندس، عاوز تفوتنا وتمشي من غير ما تقول لك كبير؟ ما انا قلت له عيب. وعاوز تفوتنا ليه؟ حد زعلك لا سمح الله؟ لما يجي الكبير حسان هقول له اللي مزعلني، ولو عرف يراضيني هقعد. اكيد هيراضيك، انت غالي علينا قوي. بس قول لي ايه طلباتك يمكن اقدر انا. هو طلب واحد ما فيش غيره، يا تعتبروني واحد منكم بحق يلحق الباقي من عمري في بلد تاني. خبرها فاضل خير. سناجي بعتنا عشان اجيب ست نسمة ووديها للبيت بالعربية، وانت كمان هتيجي معانا؟ لا مش هاجي، انا جاهزة. قولي لابوي انها بايت هنا مع الرجالة وما تجيبش سيرة عن حكاية صعوبة. انا هبقى اقول مع السلام. مع السلام. روق دمك يا باشمهندس، وانت برضك منينا ولا علينا. كيفك يا امه؟ كيفك يا خال؟ خلصت الوكل؟ اهلا بالعرابه، كيف الدفينه؟ كده يا خاله انا دفينه؟ لا حيه بزبان. عملت ايه وحدك يا بيه؟ غطست في المسجه مره تانية؟ لا كنت بغسل لكم المواعين. ولا انا قلبي حاسس ان وراكي حاجه، عينيكي زايغه والكلام بيتحش في حلقك. ايوه، ما انت مش فاضل غير انك تفتحي المندل وتجري الكف ونقول لك يا شيخه عديله. وتتكلم طوال يا بنت وتقولي في ايه؟ هقول بس مش عايزه نجوره ولا كلام مصخ. قولي بصراحه. كده عمر عايز يتجوزك مش كده؟ كده قلت لك بنت الشيخه عديله. مش قلت لك يا وجيده وحياه ابوكي؟ مش قلت لك ان عمر عينه على بنتك؟ وايه اللي عرفك يا بنت انه عينه عليك؟ شافني وانا بغسل المواعين على المسجد وقال لي يعني اذا كنت ارضى بيه ولا لا. بس انا قلت له لا، لا انا ولا ابويا هنرضى. وتنسحبي من نسالك ليه؟ كيف تتكلمي مطرح ابوكي؟ بتقفليها ليه؟ ومادام قفلتيها بتقولي لنا ليه؟ ولا فاكره انه هيطلب التاني؟ لا، ما هو عاود وقال لي لو كان ابويا هيعتبره واحد مننا يبقى هيوافق على الجواز، وان ما وافقش يبقى بيعتبره غريب واحسن له انه يهملنا ويمشي. وقلت له ايه؟ انه غريب ولا قريب؟ لا، قلت له عيب يمشي من غير اذن الكبير، ولازم يقعد يتكلم معاه راجل لراجل، وانا هوافق على اللي يقول ابويا. وبعدها جه بكري ومسك فيه. مسك فيه كيف؟ اتعاركوا؟ لا، مسك فيه قعد. ايه المهم؟ انت عاوزاه ولا لا عشان افتح ابوكي؟ حوشي ياما طوابير العرسان اللي بتتقدم لي. قولي لابويا لو قعد 100 سنه يستنى واحد من العيل علشان يتقدم لي مش هيلاقي الا واحد مرته ميت علشان يخدمه ويخدم عياله، وانا مش ممكن اوافق بكده ابدا. واذا كان واحد مرته ميت وما عندوش عيال؟ لا برضو لا. تبقى انت اللي حكمت بروحك على طلب عمر، لان الباشمهندس بتاعك مرته ماتت مقتوله وجي من بلده هارب من عاره لانه ما عرفش ياخد بطارها. عرفت ليه هو صابر على العيشه المره وسطينا؟ لانه ملوش متوى غير هنيك، ما ظنش ابوك هيوافق عليه. ما حدش يعرف قيمتك عند عمي حسان غيري انا، ويمين الله بعزك معزه ولده مناع. وانا والله بعتبره في مقام ابويا الله يرحمه. سامحني يا باشمهندس، انت مالك شهل؟ في حد في الدنيا ماله شهل يا بكري؟ لا قصدي يعني عزوه وعيله زينا كده. كل الصعيد عباره عن عائلات، بس في عيله بتبقى قويه ومترابطه وعيله بتبقى ضعيفه ومتفرقه. قصدك تقول غلابة يعني فقرة؟ كل عيلة فيها الغني والفقير، لكن في أغنياء بيبقوا عاملين زي القرعة يمدوا البرة بيعطفوا على الغريب ويستخسروا في القريب. عندك حق،
لولا ان عمي حسان فاتح بيته وارضنا للعيله كنا ممكن نتفرج وكل واحد فينا يقول يلا نفسي. انا من عيله كبيره فيها متعلمين كتير واغنياء كتير، لكن كل واحد على راسه عامل كبير استنى اخوه يقع في نصيبه عشان يشمت فيه ويعايره. عشان كده فوتهم ومش باكي عليهم. انا وقعت في نصيبه لقيت نفسي وحدي ما حدش سندني. كان قدامي حل من اثنين، يتحمل الذل وعيش هناك يهمل البلد وهج. اخترت التانية عشان انساهم وينسوني، لكن لا قدرت انساهم ولا قدرت انسى حق اللي ضايع مني. ولو كنت مشيت دلوقتي كنت هبقى يا قاتل يا مقتول. لا حول ولا قوة الا بالله. حياتك الباقية، سعيكم مشكور. حياتك الباقية، سعيكم مشكور يا اخواننا، ما حدش يجيلكم في حاجة وحشة. سعيكم مشكور، شكرين. سعيكم مشكور، شكرين. سعيكم مشكور، سعيكم مشكور، سعيكم مشكور. العزا قلت تعملوه في مضيفة الناجة وتجيبوا عجلين على حسابي وتفرقوهم على الغلابة. هو في اغلب من عياله يا ريس دياب؟ لا والله عياله انا متكفل بيهم، حق في رقبتي. اي حاجه يعزوها انا ملزم بيها زيهم زي عيالي واكتر. عشت يا ريس دياب. عشت يا ريس دياب. تعيش يا ريس دياب. خذ يا شوقي تجيب العجلين تذبحهم وتفرقهم بنفسك. يلا ربنا يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نفيسه تعالي يا نفيسه تعالي. شوف يا بنت عمي، هديك سمعتيني قلت ايه قدام الرجالة، والكلام اللي قلته هعيده تاني قصاد الحريم. تعالي اي حاجة تعوزيها يا نفيسة انت وعيالك هتوصلك لحد البيت، ولو في اي حاجة فاتتني ما خدتش بالي منها تاجي على هنا، لقيتيها تمد يدك وتاخديها من غير ما تشاوري حد، مش موجودة تنادي على رقية تطلبيها منها بالامر. مش شحاته. كتر خيرك يا كبير. كبير ايه يا اخي؟ حس ولدي همام في الدنيا. بقول لك منه غايبه هتعمل كبير يا دياب. والله انا قلبي وكيلني عليه وخايفه ما يعاودش. ما هو لو تريحونا وتقولوا لنا هو راح فين؟ ها؟ وانتوا هتخافوا عليه اكتر من اهله؟ ايه الحديث العفش ده؟ ربنا يجيبه بالسلامه، ما طول عمره همام بيسافر وبيعاود من غير قلق. ما حيت انت عامل فيها كبير يا دياب تبقى عارف ان ولدي مش معاود، ولو ولدي معاودش في ظرف يومين هتبقى انت اللي وضعت. اعوذ بالله، ايه الفعل العفش ده؟ ولدك مسافر ما بقالوش 4 ايام ودول مش كتير على المشوار اللي هو رايحه. طب قول لي انا رايح على وين؟ انا مرته ومعياده ومن حقي نعرف. ما قال لك اسرار شغل انتيه بخره ما تشميش. خلاص خلاص خلاص، كلها 4 ايام لو همام معاودش انا هسافله ومش هعاود غير وهو معاي، عشان مرت اخوي ما تفكرش اني عاوز اخد مطرحه. انت بالله يا دياب ان ولدي معاود سالم غانم لكون محملك دمه، لانك فضته يروح وحديه وانت عارف انه كبير عيله. ويمين بالله اتحايلت عليها اروح وياه، قال لي لا يا ولد اخوي ما سيبكش وحدك اجي وياك. قال لي لا يا عمي وجودك وياي هيشبهني قدام الحكومة في البندر. بلعت لها أنا وسكت. أفوتكم بعافية وكتر خيركم على اللي عملتوه مع جوزي، وكفاية إن خارجته كانت من بيتكم مش من بيته. كله مقدر ومكتوب يا بنت عمي، وأي حاجة تعجيها زي ما قلت لك عندي. خدي بالك من عيالك، وانت شهدي خد بالك من إخواتك، انت دلوك راجل البيت، اي حاجه تعوزها يا حبيبي تعالى لي طوالي. يلا يا عيالي ليكم رب اسم الكريم. هي لي عيلتنا مسكها الشرطه وعيله حسن في سعاده وسرور على طول جانا الهم. يا حسني الفلوس راحت فين؟ الفلوس اتسرقت؟ الفلوس اتسرقت؟ حيزني فلوس اتسرقت. يا حيزني يا حيزني
روح يا ناس، روح روح حسان يا اخوي. كيف ما حصل يا كبير؟ يا اخوي الحقني يا حسان، حسان حسان ما في حد عملها غير البندرية. يا جماعة السرقة دي أول مرة تحصل في بيوتنا، عمر السرقة ما كانت طبع في أهل النجم. لا حصلت قبل سابق، البندرية نزلوا أرضنا وسرقوا محصولنا. سرقوا من جوعهم، سرقوا عشان يأكلوا، وأنا شاهد على عمله همام في عيلته لما عرف بالحكاية. سرقوا من جوعهم وحديت ناصخ جرية مغاوري بتدافع عنهم عشان بقيت زيهم. ما تطلعش العيب يا ناجي، أنا واد عمك وصلبي من صلبكم، واللي يجور عليكم يجور علي، وأحلف قدامكم جميعا على كتاب الله ان ما اعرف حاجه عن السرقه دي، عليها طلب بيت ثلاثه ما اعرف حاجه. انتوا هتتعاركوا هنا وابويا بيموت فوق، قوموا ودوه المستشفى. قوم قوم يا شاهين، جهز ركوبه طلعني الاول الاسفلت. روق يا ناجي، ممكن ما يقبلوش ياخدوه منك لما تديهم بطاقتك، حصلت معايا قبل كده وكيف ما رحت كيف ما جيت. خلاص خد عمر وياكم، وانا كمان هاجي معاكم، انا اللي هخدم ابوي. كلنا رايحين معاك، ملهاش لازمه اللمه، ما هياش عركه. البركه في عمر وشاهين وناجي. خلاص انا هروح معاكم، مش هقعد هنا، انا ما اقدرش احمل ابويا.